كل صياد هنا يصدح بقول شاعر المكلا: بعد المكلا شاق، ما طيق في بعدها عالشوق، ينوخ ذهبا معاكم حتى لو هو على صنبوق مشعوق. بعد المكلا شاق، كل ارضي يعني بلادي، ايه فرط وطن. قرر حيث الإنسان أن يعيد ابن البحر إلى عالمه القديم وحلمه الذي لم يتوقف، وقد وفر له ما يحتاجه لتجاوز الخسارة التي لحقته ذات يوم وغيرت ملامح حياته. يعني انا ولدت في حي الشيخ خالد في المكلا، يعني داخل المكلا، بس ترعرعت بين اصحابي ذيلا، ونعتبر ان البلاد هذه يعني وطني، يعني ارضي. تميت في السيف هذا لما ترعرعت يعني من مكان لمكان، من هوري لهوري، يعني نعاون اصحابنا ذيلا. بعدين بديت نروح مع اصحابي ذيلا. منذ أن أبصر محمد الدنيا والبحر ماثل أمام عينيه، يرى فيه عالمه ومستقبله. علمنا أصحابي، علمونا ذلك الصغار. بعدين في خالي، كان خالي بحار، نروح برضو، رحت مرات يعني في الهول الصغير حقه، يوم رحت في الليل حوالي سنة 9 سنين، ما روح يعني برا، على في السيف، عنا في السيف، ما رحت البحر ذا الساحل، يعني نطلع في هوارق ذا براميل صغيرة، يعني رغبة مرة عندي البحر، ما يعني مشيت قليل قليل، بعدين رحت البحر. بعد 10 سنوات أصبح محمد فتى يافعا وصيادا ماهرا، يستحق أن يكون ضمن طواقم البحارة الذين يجوبون أعالي البحار. لما طلعت مع صبري بمحسون وصلني حوالي 20 سنة، بس تميت يعني مستمر مع مصطاد، وقعدت فترة طويلة مصطاد تمت. بعدين بعد ما خريت من صبري جبت قارب خشب نروح، جبت لي مكينة صغيرة كذا تعرف، كان يعني كان نروح البحر من نفسي، بعدين نروح برا يعني ما نروح الغبة صغير قارب، بس تميت مستمر. القارب هذا لما ربك يعني عليه يبتهوري بلاستيك صغير، لما جاء البلاستيك هذا البلاستيك يبتهوري صغير. حتى جاء اليوم الذي كتب القدر فيه أن يترك ابن البحر عالمه الذي أحبه إلى أجل مسمى. قريت اليوم هذا من الدار بغيت البحر، فرحت لما الفرش تميت هون انترايع قارب ترايع، الصيد كان قليل، بعدين تمينا قليل كذا، بعدين زاد الصيد آخر النهار بتيع ساعة 10:30، تمينا نصطاد لما نقدر الدور، ما شاء الله خير وايد، وكان خرف يعني المكان الوقت اللي فيه هذا كان موي يعني خريف موي، المكان هذا حيف يلقي موي خريف. تميت لما قربت المال المكان العاري هذا، تميت الراقب كان يعني خطير واصحى، تميت دخلت، بس عايقنا هناك لما قريب المدخل
سوق الصيد في قراطيس، يعني يواني صالي وقراطيس. طلعت منه قليل على البحر مشان ما نجي الريشة في وسط الليل، توقفنا مرة، طلعت على البحر مع منزالي نعيم، طبق علي الموي، طبق على الهوري داخل، الهوري غرق الهوري، الثاني دفرنا خرينا من الهوري مرة خالص، ثالث رشعها فوق الحصى طلعها. بعد الحادث سلوا المكينة أصحابي ديلة ودوها الورشة سمان، عاد بعد كذا فككوها كل المكينة وتروحها في عندي في السحارة أنا بس تميت. وين لك إبن لا هي بت لا هي بتركب لا هي يعني ماشي مرة مرعبلي. ترك البحر ابنه وتركته مدينته ووطنه بلا مستقبل. أصبح محمد بلا عمل، وكان يمكنه إعالة نفسه بمهنة ذات أجر أقل، إلا أن تحدياً جديداً أضيف إليه. لقد تحمل مسؤولية أبناء شقيقه المتوفى وليس لهم معيل سواه، فتخلى عن الزواج وتكوين حياته وآثر رعاية أبناء أخيه حتى يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم ويديروا ما يملكون. أخوي متوفي توفى وخلف ثلاث بنات واثنين أولاد. ثلاث بنات هات تعرف يعني في الدار ولازم برعاية. بعدين يالن الخطيبة في التين أول مرة، ويلا حاولنا ولفلفنا البهيد اللي معنا وكم دروا خرينا في التين. بعدين فترة كده بعد فترة زينة قدوا قريب يمكن حوالي يعني حوالي قبل سنتين ونص ثلاث سنين الثالثة آخر واحدة صغيرة. بعدين تميتنا والعويلة هذيل الاثنين، واحد الكبير هو دي قال لي الحين انت يا ابوي قلنا مرعبة شنو ما عاب اقدر حتى نتزوج، قلت له ايش رايك انت ده مشان نعيون نحن في الدار، لان ام ما حد توفت برضه لازم بات لك انا حد نحن في الدار. قال خلاص تمام، والمهم مزوج. تم عاد الصغير دي يدرس من حوالي في التاسع. اخوي توفى قبل حوالي 10 سنين، تمينا يعني فترة كده يعني ناوي عيال اخوي هذيل يعني نعينهم، ما حد الا انا فوقهم يعني الكبير قلنا عليهم. احيانا نروح مع اصحابي البحر، احيانا نكمل حد كده ناقص والله يقول لي قم قم معني يعني مسهسه ماشي. على الصبح الفير بعد تصلي بعد كل داخل علمينا بحر عند القوارب حقنا، بس بنضل يعني نعين الهواري الهوار ونشم الهواء حق البحر. بغيت نفسي بغيت البحر لكن ما نقدر ماشي بيدي، بس خلاص تمي كذا فترة ونروح دردر ماشي بعد يعني ماشي. لو مثلا يعني ايش رايك ان لو قلنا هذا القارب مثلا يعني معك ايش بتسوي؟ اوه يعني بفرح فرحه كبيره يعني. يعني لو معك قارب مثل هذا اوه الحمد لله نعم ممكن يعني تشتغل للبحر وترجع وذا. لو قلنا هذا القارب حقك ايش بتقول؟ والله يا اخي لو طبعا بغيت القارب يا بابا بغيت حقي جزاكم الله خير. وهذا قفوله يا محمد. ها؟ والله يا اخي العاصمة، وين اقول لك بس ها؟ خلاص يعني تكون اشوفك. هلا تكون مفاجأة يعني صح؟ نعم. طبعا هذه هدية مقدمة من برنامج حيث الإنسان، أجدت إياها. برنامج هذا يعرض في رمضان على قناة بلقيس الفضائية، وهذه هدية منهم لك يا عم محمد، وأنت إنسان طيب وتستاهل كل خير يعني. جزاكم الله خير يعني. انزل البحر شوفوا اطلع شارككم سعادتنا وصدقني وبالامكان. محمد يعود الى البحر قادرا على الوصول حيث يريد والى كل مكان حرم منه لضيق الحال. بحر العرب في انتظار الفتى الذي اجاد الابحار فيه يوم كان عمره عقدا واحدا، وحين اصبح بهذا العمر عاد إليه أقوى وأكثر تمكيناً.
كبر همه ويسمع لا تخاف من شي وربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس ولا ينقص عليك من كاس إذا سقيت بعطشان.